ده مشهد عادي جدا تقدر تطبق عليه الفلتر بتاع ال تي اللي انت شايفه قدامك ده علشان يبين بكسلات الفيديو وده علشان يديلك شكل واقعي لو انت حبيت تضيف الفيديو ده على شاشة تلفزيون او على شاشة موبايل او على شاشة عرض فيطلع المنظر الخطير اللي انت شايفه قدامك ده كل ده بأدوبي بريمير برو بس تابع الدرس ده لغاية النهاية اهلا بكم يا شباب معاكم بيتر شكري والنهارده جاي اتكلم معاكم على افكت هيعجبكم جدا وهو اسمه سي ار تي الافكت ده مشهور جدا بس كنا بنعمله ببلجنز خارجي وحاجات زي كده لكن انا جاي اتكلم عليه النهارده معاكم من خلال ادوبي بريمير هنقدر نطبقه بمنتهى السهوله والبساطه زي ما تعودنا دايما يا شباب وبايدينا بدون ما نستعين باي حاجه خارجيه هو ايه اصلا افكت السي ار تي ده هو افكت بيتحط على المشاهد اللي موجوده على الموبايلات او التلفزيونات او شاشات العرض اللي موجوده في الشوارع علشان يحسس المشاهد انه فعلا الفيلم ده او الفيديو اللي انا بعرضه موجود فعلا على شاشه الموبايل او التلفزيون او شاشه العرض بيبين البكسلات كده اللي موجوده في الفيلم بتاعه علشان يحسسوا فعلا ان الفيلم ده موجود على الشاشه اللي قدامه فتعالوا بمنتهى البساطه وسهوله نبتدي في الدرس بتاعنا بس قبل ما نبتدي حابب اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوز الجديده يلا بدون ما نتكلم كتير يا شباب خلينا نبتدي على طول كل اللي انا هعمله اول ما بدخل على ادوبي بريمير برو هجيب كده المشاهد بتاعتي اللي انا يعني هسيبها لكم في صندوق الوصف زي ما اتعودنا او في الديسكربشن تحت الفيديو هتلاقوها بنفس الفيديوهات بنفس كل حاجه علشان تقدروا تطبقوا الدرس اثناء ما انا بشرح الدرس بتاعي على ادوبي بريمير خلينا نجيب اي مشهد عندنا زي مشهد الولد ده زي مشهد الشارع اي مشهد عندنا عايزين نطبق عليه الإفكت ده خلينا نجيب حاجه فاتحه زي كده مثلا مشهد فاتح زي كده وخلينا نعمل كده اهو نبتدي ان احنا نعمل ان لينك انا مش محتاج الصوت بتاعي هو اصلا فاضي ده مشهد بتاعي بالشكل ده عايز اطبق عليه بقى الفلتر بتاع السي ار تي ده بعمله ازاي كل اللي انا بعمله ان انا بدخل على من هنا كده يا شباب وباجي ادور على افكت اسمه جريد ده اول افكت معايا اسمه جريد هنا كده هبتدي ان انا ارميه على الفيديو بتاعي بالشكل ده هنلاقي ان هو ظهر معايا مربعات بالشكل ده طبعا لو حبيت ان انا اتحكم في الكلام ده بدخل على الافكت كنترولز من هنا بنزل تحت كده بلاقي الجريد اتضاف هنا كده فبدل ما هو كورنر بدوس على الكورنر دي وبخليها ويتس اند هاي تمام باجي هنا كده على الويتس وبخليها مثلا خمسه وباجي هنا طبعا خمسة علشان تبقى المربعات بتاعتي بشكل صغير جدا كده باجي هنا برضو بخلي دي خمسة وباجي كده على البوردر بتاعتي بخليها اتنين تمام بتظهر بالشكل ده وبدل ما هي لونها ابيض طبعا تقدروا تخلوها لونها ابيض او لونها اسود زي ما انتم عايزين ولكن خلينا نخليها مثلا لونها اسود بالشكل ده ماشي بعد كده هاجي على البلندنج مود بتاعتها واخليها مالتي بلاي طبعا بصوا كده لو انا كبرت الشاشه هتلاقوا المربعات ظهرت قدامي بالشكل ده كان فعلا الشاشه مبكسله كانها فعلا محطوطه على شاشه عرض او شاشه موبايل فدي مهمه جدا 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 كمان هنيجي على الايفكتس من هنا كده وهحط افكت اسمه طبعا هضيف نويز على الفيديو بتاعي علشان يعمل لي كانه في نمش كده او كان الشاشه بتاعتي قديمه شويه هاجي انزل على النويز من هنا كده وهخلي النويز بتاعي مثلا 10 20 زي ما احنا عايزين خلينا مثلا نخليه 25 بحيث ان هو يديني نويز كده بصوا النويز اللي حصل في الشاشه تحسوا الشاشه يعني الفيلم بتاع او المشهد اللي بيتعرض ده فعلا بيتعرض على الشاشه طيب حلو جدا هل خلصنا على كده لا هي كل الشغل بتاعنا ان احنا بنضيف شويه فلاتر وبنتحكم فيها فالموضوع سهل جدا 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 عندي حاجه اسمها ديجيتال ديجيتال جليتش ده بيديني كده فكره الخربشه اللي موجوده في السكرين بتاعي بالشكل ده طبعا مش هينفع ان انا اخليها كده لان كده الحاجه اللي انا هعرضها مش هتبقى واضحه فبنزل تحت كده على الديجيتال جليتش هنا كده وباجي على الديستورشن بتاعها وبخليها بدل ما هي 50 بخليها قليله قوي بخليها مثلا 10 او حاجه وباجي من هنا كده بخلي الكلام ده كله زيرو يعني بخلي ده كده زيرو 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 علشان يبقى الديستورشن اللي حاصل حاجه بسيطه قوي بس يعني تديني الفكره اللي انا عايزها طيب حلو جدا في بقى حاجة مهمة جدا لازم أضيفها دلوقتي وهي حاجة اسمها اللينس ديستورشن إيه اللينس ديستورشن دي اللي بتديني كده الشاشة بتاعتي تبقى مقعرة شوية علشان لو هحطها مثلا على تلفزيون أو هحطها على شاشة عرض تبين فعلا إنها موجودة على شاشة فدي مهمة جدا باجي كده بدور على حاجة اسمها آه لينس آه لينس ديستورشن بحطها كده بالمنظر ده بعد كده بدخل هنا كده على الإيفكت كنترولز يا شباب وبنزل تحت باجي على الكيرفيتشر دي وبخليها برقم معين مثلا وليكن مثلا 30 35 بصوا كده هتديني التقوس بتاع الشاشه ده علشان لما احب احطه مثلا على تلفزيون التلفزيونات القديمه بتاعت زمان كانت الشاشه بتاعتها مقوسه بالشكل ده او يعني مقعره اسمها مقعره ولا مقعارة حاجه كده يعني اللي هي شكلها كان بيبقى بالمنظر ده تمام طيب بس انا مش هينفع اخليها بالشكل ده طبعا على الشاشه انا كده بس بخليها مؤقتا عشان لما احطها على الشاشه بعد كده هخلي الحواف بتاعتها البيضه اللي من بره دي مش باينه او الحدود البوردرز اللي موجودة من بره دي مالبينة. معي. معايا طيب نيجي بعد كده كمان ممكن نضيف شويه لمسات حلوه جدا لو انا دخلت على الكالر طبعا لو احنا كان عندنا التلفزيونات بتاعت زمان يا شباب اللي كان ليها الظهر الكبير ده كنا هنلاقي ان التلفزيون وهو بيعرض الشاشه او الصوره بتاعتي كان بيديني لون ازرق شويه ما كانش بيبقى بالنقاء ده فنيجي هنا كده على الكيرف هنا ونختار اللون الازرق ونبتدي نزود شويه الازرق اللي موجود في الصوره بالشكل ده بصوا كده التلفزيون تحسوا فعلا انه الموضوع يعني شغال على تلفزيون قديم او على حاجه قديمه ده كده احنا خلصنا الكلام بتاعنا زي الفل اتضاف عندنا الافكت وكل حاجه زي الفل خلينا نرجع على القائمه بتاعه الايديت هنا كده طبعا لو حبيت اضيف بقى الكلام ده على تلفزيون مثلا قديم زي كده على تلفزيون زي كده يبقى الموضوع بالنسبه لي سهل جدا تعالوا مثلا نحط الكلام ده على التلفزيون ده فانا هبتدي احط التلفزيون ده من فوق برده هنا مفيش صوت ده صوت فاضي جدا هاجي اروح اعمل كده اهو هاجي بعد كده على الايفكتس من هنا كده يا شباب وهبتدي ان انا اعمل ايه بقى هختار من الفيديو ايفكتس هنا كده حاجه اسمها الكينج بعد كده هاجي على الالترا كي اللي هو الفلتر بتاع الكروما لو احنا مش عارفين ايه هو الكروما اصلا هسيب لكم دلوقتي درس كنت شارح فيه الكروما بالتفصيل هتلاقوه في الاي اللي هتظهر قدامكم دلوقتي يا شباب دلوقتي انا حطيت الايفكت ده هنا بعد كده هدخل على الايفكت كنترولز من هنا وهبتدي اختار الايدروبر وهبتدي اعمل سلكت على الشاشه بتاعه التلفزيون اللي عليها الكرومه ودلوقتي ظهر قدامي الفيديو اللي انا عملته هبتدي على الفيديو اللي انا عملته كده هبتدي ان انا اصغر حجمه طبعا ممكن ادوس على الموشن نفسه بالشكل ده وابتدي ان انا امسكه كده واصغر حجمه بحيث ان انا احطه جوه شاشه التلفزيون بالمنظر ده بصوا كده طبعا ونخلي التقوس بتاعه يبقى باين شويه كده بحيث ان هو ايه بس طبعا نكبر الجزء ده عشان ما يبقاش باين الفراغ الابيض اللي موجود زي ما اتفقنا طبعا تحسوا التقوس موجود مع الشاشه فعلا بتاعه التلفزيون بصوا كده لما اجي يعني اعمل بلاي كده هتلاقوا ان التلفزيون بتاعي بيتعرض بالمنظر ده بصوا الشاشه تحسوا فعلا بتتعرض على التلفزيون القديم قدامنا طبعا افكت خطير جدا وبطريقه سهله جدا وهي مجموعه افكتات بنضيفها بيطلع لنا التاثير ده طيب حد هيسالني يقول لي طب انا كل مره هجيب فيديو او هجيب صوره علشان اعرضها على التلفزيون هحط فيها نفس الافكتات دي بنفس الطريقه لا طبعا ده مش معانا هنا في القناه انا هنا جاي علشان اسهل عليك المعلومات جدا 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 فهنعمل ايه كل اللي انت هتعمله تعالى نختار كده الفيديو بتاعنا اللي هو عليه كل الفلاتر خلينا نقفل الفلتر اللي احنا حطيناها كلها بالمنظر ده هتبقى ظاهره عندنا بالشكل ده تمام فانا هاجي اروح اعمل سيلكت على الجريد وبعد كده هدوس على كنترول او كوماند وابتدي ادوس على النويز وهدوس على الديجيتال وهدوس على اللينس وهدوس على اللومتري كل الافكتات مع بعض بالمنظر ده وهاجي ادوس كليك يمين وهقول له سيف بريسيت هيعمل بقى سيف للافكتات دي كلها في حاجه واحده تمام وخلينا نسميه هنا مثلا سي ار تي بالشكل ده وهدوس على اوكي طيب ده فايده اللي انا عملته ده ايه بقى لما تيجي تجيب فيديو ما مثلا زي الفيديو ده كده وتحطه هنا تمام وعايز تطبق عليه كل الفلاتر دي مره واحده كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على الافكس من هنا هتطلع فوق عند البريسيتس هتلاقي في حاجه اسمها سي ار تي اللي انا لسه حاطه دلوقتي لو جيت وسحبته وحطيته هنا هيتطبق كل حاجه انت عملتها على الفيديو ده على طول يبقى انت احتفظت بالافكت ده طول الوقت عندك وعيش حياتك زي ما انت عايز بتمنى الدرس البسيط ده يكون عجبكم يا شباب لو عجبكم يا ريت تدوسوا لايك على الفيديو وتشاركوا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد وكمان بتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه مش عارف ليه لسه ما اشتركش في القناه لغايه دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوز الجديده شكرا ليكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو